طيب، هل مستشفى حميات العباسية دلوقتي فيها إدارة للتخطيط والتطوير؟ يمكن حضرتك يمكن كنت بتحكي بس كده تاريخيا احنا ازاي كان تم بناها بطريقة معينة، ده التخطيط والتطوير. استمراره ازاي ان انا يكون عندي استمرار ان انا يعني مركزيا او من داخل المستشفى يكون لي إدارة، ده فادت المستشفى الحميات العباسية في ايه؟ عادة إدارات التخطيط والتطوير بتبقى إدارات مركزية، يعني بتبقى موجودة في المديريات. إحنا أول إدارة تخطيط وتطوير موجودة في المستشفى هي في المستشفى عندنا داخليا داخليا، إنما هي بتتبع طبعا إدارة مركزية، وعادة المفروض يعني المستشفيات الحكومة بتبقى ليها إدارة مركزية. لكن الإدارة دي اتعملت الحقيقة لأن يعني كان في مشروعين اتعملوا مهمين جدا في سنة 2014 و2015، بناء عليهم شافت القيادات انها تعمل اداره داخل المستشفى. يعني وانا طبعا كنت المديره بتاعتها وقتها، وعملت طبعا فريق هايل جدا، وعملت وقتها الكلام ده كان في اخر 2015، فعملت يعني استراتيجيك بلان كده، خطه استراتيجيه على 10 سنين من 2016 ل 2026 احنا ماشيين فيها وماشيين مع الجدول الزمني بتاعها، وعرضناها طبعا وقتها على الاداره المركزيه ووافقت عليها وبتتابع معانا. جميل. دكتوره مهمه، الاداره الطبيه ليها مهارات خاصه جدا، وكمان اي حد بيدير منشاه طبيه لازم يديرها وفقا للمعايير الدوليه والعالميه. كلمينا عن الخطط الخاصه بتطوير حميات العباسيه، لو حابين من حضرتك كده نظره من داخل المستشفى، الاقسام، الاجهزه، الكادر الطبي الموجود واللي بيعمل داخل المستشفى. المستشفى في البدايه يعني احنا يعني بدايه التطوير من واجهتنا مشكله السواين فلو، كانت عارف حضرتك كان في يعني حاله ذعر في المجتمع احنا من فعلا السواين بنعرض فلو. كمان مجموعه من الصور دي يمكن حضرتك قلت لنا عليها، تشوفوا التطوير في الاجهزه والتوضيبات والانشاءات كلها موجود، تطوير كبير جدا في مستشفى حميات العباسيه وفي النظام الاداري كمان لاستقبال المرضى. ايوه بالظبط. يعني احنا اكتشفنا المشاكل اللي عندنا من السواين فلو الاولاني. الاماكن كانت صغيره، يعني الاستقبال كان صغير، كان لازم يكبر. اكتشفنا ان احنا بيجي لنا نسبه اطفال كبيره جدا، الامراض المعديه على فكره بتنتشر اكتر في الاطفال. فجهاز المناعي بتاعهم لازم يعني عرضه اكتر للاصابه بامراض معديه، لازم نعمل لهم قسم خاص بيهم. اكتشفنا ان احنا المريض اللي بيجي لنا هو مريض عنده مرض مزمن، ممكن مريض مثلا عنده القلب مثلا مرض مزمن بتاعه وجاله عدوى ودخل عندنا، فاحنا بنتعامل مع المرض المعدي لكن بقيه الامراض مش تخصصنا. صحيح. فكان يجب ان احنا نضيف التخصصات المكمله علشان لما نستقبل مريض عنده مرض مزمن او اي مرض تاني نقدر نتعامل معاه. فدي كانت الـ يعني زي ما تقول حضرتك الكونسبت او المفهوم اللي اتبنى عليه التطوير. ان احنا نوسع المنشات، نطور القديم، ممكن نضيف خدمات جديده في منشات جديده، ان احنا نجيب تجهيزات حديثه، وان احنا نوسع. في كم منشاه داخل المستشفى؟ يعني كم وحده او منشاه جوا؟ هي الوحدات هم 40 وحده، يعني هي وحدات صغيره كده شكلها لطيف جدا زي الكومباوند كده زي الفيلل يعني. هو بتقدر يعني تستوعب كم مريض؟ هي استيعاب المستشفى، هو احنا معدل التردد اليومي على الاستقبال بيوصل يعني ساعات يوصل 1000 حاله في اليوم. لكن احنا مثلا وقت الكورونا كنا بنستقبل بال 15000 وال 20000 حاله في اليوم، لان مصر كلها بس دي محتاجه برضو يكون في نظام يعني موجود باحكام شديد جدا علشان نقدر نعالج كل الحالات دي. يعني لو اي حاجه من غير نظام هو مش هيقدر يسيطر على العدد احنا ده. طبعا بيبقى في عندنا حاجه اسمها اداره الازمات والكوارث، دي طبعا اول ما بيبقى في حاجه زي كده احنا بنتنبه ان في كارثه جايه، او منظمه الصحه مثلا بتعلن عن وباء جاي، فبنرفع الحد يعني الحد الاقصى في الطوارئ طبعا، وبنعمل بقى اداره ازمات وكوارث وبنتصرف. يعني احنا طول عمرنا يعني